في المجال الأكاديمي وبكلية العلوم والتقنية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، انطلقت أمس فعالية مؤتمر دولي حول موضوع البيوتكنولوجيا في خدمة المجتمع بمشاركة خبراء وباحثين من المغرب ومن خارجه يمثلون الجامعات والمختبرات المختلفة، وذلك لتدارس واقعية الأبحاث المنجزة وانعكاساتها ونتائجها على كافة المجالات البيئية، الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية وغيرها. تقرير في الموضوع مع إدريس مكروم. اللقاء الذي يدخل ضمن الأنشطة العلمية التي تنظمها الكلية والأنشطة التي تدخل أيضا في إطار قطب الأبحاث البيوتكنولوجية عرفت جلسته الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات أكدت على أن طرح مثل هذه المواضيع يشكل أهمية كبرى لمختلف القطاعات والمجالات والتي يلعب فيها البحث العلمي دورا أساسيا في إيجاد الحلول للإشكالية المطروحة. الدكتور مصطفى إجعلي عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس. اليوم اللقاء العلمي في الدول موضوع البيوتكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذلك هو فرصة باش للطلبة باحثين أساتذة الخبراء أنهم يكون تبادل تجارب تقديم نتائج البحث. موضوع له أهمية كبرى على أساس أنه هذا الميدان ديال البيوتكنولوجيا له علاقات مباشرة مع عدة ميادين، الميدان الصحي، الميدان البيئي، الميدان المتعلق بالنباتات الطبية والعطرية. يتنظن أنه عندنا فرصة كبيرة وأن تواجد خبراء على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي لغاية الدولة خلال هذه 3 أيام كل ما جد من نتائج الأبحاث التنموية، أن هذا هو الهدف، لأنه بغينا يكون هذا لقاء على أساس أنه يكون تكمين نتائج البحث اللي تكون على مستوى مختبرات تابعة لجامعة دهنلا وتابعة لخصوص كلية العلوم والتقنيات، وكيفاش أنها تكون لاصقة بانتظارات على مستوى انتظارات المجتمع، انتظارات الفاعلين السوسيو اقتصاديين، وتعطيهم أجوبة وتجاوب لهم على انتظارات ديالهم بخصوص إيجاد تطبيقات نتائج اللي تدخلهم أنهم يرفعوا التحديات ديال المشاريع الكبرى التي تخوضها الجهات فاس مكناس وكذلك المغرب برمته. خبراء وأساتذة من المغرب ومن خارجه سيؤسسون ورشات ولقاءات هذه التظاهرة العلمية من أجل تبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بالبيوتكنولوجيا، وذلك بهدف الخروج باستنتاجات تساهم في تنمية مختلف القطاعات خاصة التنموية منها. الدكتور عبد الإله السوسي جوني أستاذ مغربي بإحدى الجامعات الكندية. الهم الأول هو مساعدة الطلبة خاصة الطلبة الموجودين في هذا المؤتمر لتأطيرهم ومساعدتهم لكي تكون لهم رؤية مستقبلية من ناحية البحث العلمي. المساعدة الأولية كانت في الماضي بتأطير بعض الطلبة عند زيارتي لبلد المغرب، تأطيرهم كيف يقوموا بالبحث، ما هي الأسس المكونة لبحث علمي متطور، وما هي الأسس الأولية كي الطالب ينجح في تكوينه الأكاديمي. الحقيقة البيوكيمياء نقدر نقول بأن كثير من القطاعات الاقتصادية سواء الاقتصادية أو القطاعات المتخصصة في مجال الطب عندها علاقة بالبيوكيمياء. نعطي بعض الأمثلة. مثال الأول مثلا في ما يسمى التشخيص الطبي، كثير من الأشياء نقوم بها في التشخيص الطبي تنبثق من التطورات التي وقعت في ميدان البيوتكنولوجيا. فما يسمى بالPCR مثلا هي تقنية جد متطورة تخول الطبيب من إجراء بعض الفحوصات في وقت جد متميز، وقت قصير جدا مقارنة مع التقنيات القديمة. والمؤتمر الدولي يأتي في إطار تفعيل سياسة الإقطاب للبحث على مستوى جامعة سيدي محمد بن عبد الله، من بينها قطب البيوتكنولوجيا الذي يشمل ويضم إمكانيات واختراعات كبيرة للتنمية من خلال البحث. الدكتور عمر صبحي رئيس جامعة سيد محمد بن عبد الله. الجامعة نظرا لأهمية الموضوع خصت قطب في أكثر من 100 أستاذ باحث والعشرات من الطلبة الدكاترة في هذا التخصص على أساس أنه يكون قاطرة للتنمية الجهوية، ولا سيما أن المغرب يتميز الحمد لله بتنوع طبيعي جد متميز وكبير على المستوى التنوع الطبيعي البيولوجي الحيواني والنباتي، وهذا الشيء كله كيعطي إمكانية تطوير هذه البيوتكنولوجيا. فلقاء اليوم هو جاي كذلك في إطار الخدمات التي يمكن أن تؤديها الجامعة إلى المجتمع،
وهذا دور الجامعة. الجامعة من خلال قانون 0100 كيجعل من الجامعة أداة للتنمية، فالجامعة عندها دور أساسي في تنمية المحيط ديالها وتنمية البلاد وتعزيز قدرات تنافسية للمقاولة المغربية. فهذا القطب البحث اللي درنا وهذا الندوة كيأتيو في تعزيز هذا التوجه. وتتواصل فعاليات المؤتمر الدولي حول البيوتكنولوجيا في خدمة المجتمع نهار اليوم بكلية العلوم والتقنيات بفاس بتنظيم عدد من الورشات والمحاضرات واللقاءات حول التطورات البيوتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة التنمية المستدامة والشاملة.